مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أيام أنت دافري منهج كدكسيده وسرد حياة ذلك وحانو تلمامي إن دولة إيكو قانتها دبنورين تمدين تيسده وكريتين تها نظامك وحبر الشيء ذلك إن مدحوينها أيام منهج كان كده فري دكسيده محمود مريم مقالة مقدشة يدو اللوق عندي إن يكفى إذا استان أردي كورونا في سدح بقوله كن أو وحكبر التسجال بقول تمانيشان إسكول أو كي يلا قبل ذلك وزيرك وحبرشاد حكومة فدرالك الصومالية عبد الله جود حبر رأيك وربحي فإذا ده أرضي ده أقول لي هي منك كان عصب مدر مدح وين وحمان تشرف نوعه إن عاد دكسي محمود مرا وأعتقد إن تاريخ ده أقول هي عاد مان تنقص زيارتي إنغو وجدد أي تاي إنان كدا فرنو هول وزارة وحبرشادة معلمهان اي اد وطحلو بسانهد ادوغونا اد حوغالو اهد نغونا دي ريقلسي وانا كاق ما هاد علنا انا دي ريقلينتا ايو ماانتا ماشا اد نسو قارسيسي مدن مدح وينا ماانتا مناسبات دان سكو قنمت سيدا اكا ورقبتت وعوي مناسبات حال سانو شغلو دي سعوتي كالينتو قوينا ادوغو عاد لهاد مدن مدح وين وحامانتا كهر يالو وهاد أركتا طلاب وين وان هرو قادنا يهدان هاي وزارة وحبرشادة هي حكومة دادبا لحريرتو منهجك أمد الصوماليين وحد لصعطا إن يقول حكومة دادو ايو اهد إن أفرتن يتضبا منهج أو كالدوان أو مد بمالكي مد يمن سودان كينيا إثيوبيا مريكانكا إنغريسكا إنديا ما هو بلغة كيني إن مانت أمي دوبي أو ودن كلية هل منهج سنة كهورة وعشرف وين نوعها إنا نصو عشرفتي وعن نغلا سو قيب قشي لابا مناسبة أو اسكرفو شو أهد إنا نسكولنا مركو ورئيسي لسو ورئيقني منهج كي بوقتي منهج كفصل كواد إلى فصل كأفرادنا عد نقول شرفتي أدقوب جوكا هات قيبين تودا يتابقلين تود وعن رواينا كوار بحيو إن عرنتاس ليبان وين لغا قاري ومنهج كا وهيرقالي فصل كواد إلى فصل كأفراد ما أنت ماشي وحاو تاقلنا هاي إلى فصل كسيديلاد وإسنا صورنا ماضي مدداس قابن قده هيدا وما أنت مناسبة دو إيتاي هل مليون يا أفرتن كن أو بوك أو وحلو برايو عرورتو قد حيسو فصل كوباد إلى فصل كسيديراد رنتي ووح أمان وين تاسنا إلهي مهديسة أي يكو قارتي إيا دادالك حكومة دمانتي ودنك كتاليسو أدوغو هوغان كيدا تاي مدن المدح وين وعكله أمانت لقيبنا يا وهو شيء ذو بلارتي بقول يلا بكون أبوك الله تلاقى المعلمين تا دقة يسمنها شكا إن يجو سيد وحده دقة لهين أي كبرتان وعفرصة دن كفاية ذي سن دانا سدح بقول كن أو أردي سومالي هذا أو فصل ككوباد إلى فصل كسيدات أودح يسوي حبر شدود تام معناه دو حوي هاي سجال بقول يشان يتمان سكول أي أبوك تاني إيجاري دون تا هدي أب إدمو أبوك تان أورن تيجو دي بدن لقى سو قالي وعن ربع إنا نهرت هذا أمان وقصو جديو هول وده ندى وزارة ده وحبر الشدة يتمان بعده وحبر الشدة هدي هندلا ده هدي معمولات سكولات كا أو كل جود دال بدن موجي سيدي مانت ماشي ان جوغناو امالهن وعن جعلها انان امانو سو جيديو شركة محلي وودن كولي هاي وانا جنبي هين ورنتي سكو تحلو جسي مانت ماشي ان جوغنو اني وحنغا سو قارسيس شركة داس اولي رادو بدر بدر ومال قلسي وصود دا بعدي وحاد وين والو امانه ايتاي وعن جعلها هورتاده انان كمغعابو كالنت اي غلين مدن مدح وينه وها هورتاده يالو
buugaagtii halka milyan ahayd sambalkood. waxaan jecelahay inaad indhahaaga ku soo aragtid fasallada oo la fadhiyo oo buugaagta laga isticmaalayo. waxaan kaloon kaa codsanaynaa madaxweyne, in taageerada anoo og in taageeradaadu mar walba nala joogto, haddaan nahay baahda waxbarashada, in taageeradaad aad noo labanlaabtid. maxaa yeelay markaad adigu ahmiyad bixisid, ahmiyaddaas way faaftaa, waxay ku faafaysaa cid walba. sida aan horey kaaga baranay safarkii hore, waa ka liibaanay muuqaalkaaga. maantana waxaan jecelnahay inaan sidoo kale u liibaano. waxaan rabaa inaan ku soo ganaanudo, hadda waxaa loo fadhiyaa oo 38 aqoonyahan oo Soomaaliya ay u xaraysan yihiin qoritaanka fasalka 9aad ilaa fasalka 2-aad, iyadana waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo sanad dugsiyeedka hadda soo socdo in iyadana la isticmaalo buugtaas. wixii intaa soo raaca waa in la tayeeyo. buugaagtaa arkaysid waa in mataqaanaa waxaan higsanaynaa inaan muxuu ahaa platform oo elektroniga aan gelinno si ardada ay ugu yaraato, ugu raqiis ugu noqoto ee buugaagtu. marka meeshaasaan ku hayaameynaa sidii tilmaantaada awalba ay ahayd, waxaana kaaga mahad celinaynaa muuqaalka iyo sharafta aad maanta na sharaftay si aad nagala qayb gashay. madaxweynaha Soomaaliya Madani Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa buugaagta manhajkan u qaybiyey arday wax ka barata dugsiga Maxamuud Mire, isaga oo wax ka weydiiyey dhiigahalka iyo sidoo kale cashirada manhajkan, kulana dardaarmay inay ilaaliyaan. Cabdulaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.